الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الكنز في المنزل في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. من يرى في المنام أن هناك كنز داخل منزله في المنام دليل على الخيرات القادمة لأهل ذلك البيت بشكل كبير خلال الفترة القادمة، والله أعلم. رؤية وجود كنز في كل بيت بالمنام علامة على الربح القادم لصاحب الرؤية والرزق الواسع لأصحاب هؤلاء البيوت كلهم، والله أعلم. من يرى في منامه أن هناك كنز داخل البيت في المنام إشارة إلى الخيرات القادمة والمنفعة الكبيرة لأهل ذلك البيت تلك الفترة. الكنز المدفون داخل البيت في المنام علامة على الأحداث السعيدة القادمة لأهل البيت هذه الفترة، والله أعلم. من يرى في المنام الكنز الأسود علامة على الخير الكبير القادم لصاحب الرؤية خلال تلك الفترة. حلم الكنز الأسود في المنام إشارة إلى كثرة الأموال والرزق الواسع لأهل البيت خلال هذه الفترة. رؤية وجود كنز أسود في الحلم إشارة إلى صلاح الأحوال والتغيرات الإيجابية التي تحدث في حياة صاحب الرؤية تلك الفترة. من يرى في حلمه كنز أسود علامة على التغيرات الإيجابية والرزق الواسع لصاحب الرؤية خلال هذه الأيام، والله أعلم. رؤية الكنز المدفون في المنام علامة على الحرص والبخل لصاحب الرؤية بشكل كبير خلال هذه الأيام. من يرى في منامه أن هناك كنز مدفون في المنام علامة على تحسن الأحوال المادية خلال الفترة المقبلة. رؤية وجود كنز مدفون في المنام إشارة إلى تعرض صاحب الرؤية للسرقة أو البخل بشكل كبير تلك الأيام. دفن الكنز في الحلم علامة على الإدخار للأموال علامة على الإدخار للأموال بشكل كبير، والله أعلم. من يرى في المنام أنه حصل على خاتم ذهب وارتضاه علامة على السلطة التي يحصل عليها خلال الفترة المقبلة في حياته، والله أعلم. رؤية الشخص أنه حصل على خاتم ذهب ولبسه علامة على تحقيق الأمنيات والأحلام بشكل كبير خلال هذه الفترة. رؤية ارتداء خاتم ذهب في الحلم علامة على العظمة الرفيعة التي يحصل عليها صاحب الرؤية خلال الأيام المقبلة في حياته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.